جميع الفروع طبعا ديال جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان. مرحبا بضيوفنا الكرام أصدقاء جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، تحية أخوية وتحية حقوقية صادقة ونابعة من محبتنا للجميع. كما تعلمون بأنه اليوم الجمعية يعني هذه محطة أولا في إطار احتفال بالذكرى 20 لتأسيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان. اليوم كنخلدوا الذكرى 20 لتأسيسها، وفي هذا وأيضا نعيش محطة تنظيمية ألا وهي المؤتمر السادس لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان. إذن هذه المحطة اللي طبعا عرفت عدة مسارات حقوقية ونضالية لجميع الفروع لجميع قاع المملكة المغربية. دونك سأدعو إلى هذه المنصة دونك الأستاذ حبيب حجي رئيس جمعية حقوق جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، تفضل معنا. أدعو أيضا أستاذ أحمد قليش رئيس مركز المصاحبة حقوق الإنسان. أدعو إلى المنصة أيضا عبد الحي القاضي عن نقابة رمية التعليم كدشا محمد المنصر. أدعو أيضا إلى المنصة أستاذ الفنان كبير سعيد المغربي. كما ذهبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في إطار احتفالاتها وفي إطار مؤتمراتها التنظيمية دائما إلى دعوة جميع أصدقائها في والمقربين منها لحضور أشغال هذه المؤتمر. كي لا أطيل أعطي الكلمة لانطلاق الافتتاح ديال المؤتمر السادس لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان للسيد رئيس الهيئة المستقل بطرابلس. تحية نضالية عالية في هذه اللحظة. تحياتي للإخوة في فرع في فروع الصحراء المغربية، هو الفرع الجهوي الذي يترأسه رفيق الشافعي. تحية نضالية لكل الفروع، فروع جهات سيدي قاسم. تحية نضالية كذلك لجميع فروع درعات فينات العزيزة التي حققت رقما قياسيا كذلك في الفروع، وصلت إلى 13 فرع في منطقة درعات فينات. تحية نضالية لهم. تحضر معنا عن هذه الفروع أستاذ بوعرفة عضو الهيئة التنفيذية، تحياتي. قلت أول ما أشكر هم هؤلاء الضيوف الذين شرفونا والذين
أحببناهم وارتأينا على أن نفتخر بهم وأن يكونوا جزءا من هذه اللحظة التنظيمية التي نعتز بها وهي تتويج لخمس سنوات. مؤتمر عندنا حنا 24 ولكن تعطلنا شوية. تنحييهم وتنرحبوا بهم وتنقول لهم إنكم قد شرفتمونا. تحية لكم. تنحيي كذلك السيد الرئيس النقيب الأستاذ عبد الرحمن بن عمر محاولة أتغلق. هذا الرجل العظيم الذي قدم للحركة الحقوقية شيء الكثير الميدان والنظري واستصدار للأحكام ناضل حقوقيا على جميع المستويات فهو كبير من كبار هذا البلد. أرسل لنا رسالة يعتذر فيها بظروفه الصحية فعلا ما قدرش يحضر حتى المؤتمر ديال المحامي. أرسل رسالة اعتذار وكي يطلب النجاح للمؤتمر ديالنا وترحب بالتكريم هذا وغادي نسلموا له الدرع من بعد في الفقرة ديالو لمن سيتسلمه. كذلك تنحييو السيد الرئيس النقيب الأستاذ محمد أقديم الذي كذلك سنتلو رسالته المؤثرة والتي هو إيكجيد محمد بن عيسى والمعطي بوملي الذين قتل من طرف إرهاب الإسلام السياسي المغربي المتمثل في جماعة عدو الإحسان والفصائل التي شكلت حزب العدالة والتنمية فيما بعد. نسمي هذه الدورة باسميهما حتى نؤكد لمن يهم الأمر أننا لا ننسى ولن ننسى وسيكون اغتيالهما دائما. المغرب للمغرب ارفعوا الايادي وهللوا
شكرا.